المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا في الباب الثاني من حكم العطائية، أو الباب الثالث اللي هو ذكر التخلية والتحلية، وذكرنا منها أشياء كثيرة بالأمس. والتخلية أي أن تتخلى عن عيوب نفسك وقلبك وسرك، وعيوب النفس تنحصر في الشهوات، المآكل والمشارب والمناكح والأموال كلها متعلقة بالشهوات، دي عيوب النفس. وعيوب القلب كلها متعلقة بالقهر والسيطرة، حب الرياسة، حب الجاه، حب الظهور، حب الخصوصية، الحسد، الغل، الانتقام، كل هذه الشهوات الموجودة في القلب حجب تحجبك عن الله عز وجل. والروح لها أيضا شهوات، وهي تعلقها بالحور وبالجنان وبالملأ الأعلى، ولا يكون الإنسان متعلقا إلا بالله، فإن تعلق بالأكوان فالأكوان عدم، فلا يكون التعلق إلا لله، ولا تكون العبادة إلا لله لا لغرض آخر، فإذا كانت لله فالله يتفضل عليك بعد ذلك بما شاء سبحانه، ولكن لا تعبده لغرض ولشهوة، ولكن تعبده لا تشرك به شيئا. وشيئا هنا قد يدخل فيها نفسك، أي تشرك نفسك وشهواتها. فبعض الناس تستعمل الدين لتصل به إلى الدنيا، يتعلم علوم الدين فيأخذ المناصب ويصير له جاه في الناس، ولكن في الحقيقة قلبه فيه الحرص، وفيه حب الظهور وحب الشهرة وحب السيطرة وحب الجاه، وفيه الحسد على الناس وعلى الآخرين والغل والحقد، فتجد عمامته كبيرة ولكن لا يصل بعمامته إلى الله، وعمامته رمز لعلمه، فيكون علمه كبير ولكن لا يصل به إلى الله. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومتصدق وشهيد. عالم تعلم العلم من أجل الدنيا لشهوات النفس لتتحقق له به السيطرة، فالقلب يحب السيطرة والقهر والظهور والخصوصية وأن يشار إليه بالبنان والغلبة وغير ذلك من الشهوات، فكأنه حصل الدين لشهوات قلبه ولم يحصل الدين لله. ولذا يجب على الإنسان أن يكون بصيرا بنفسه، ملما بعيوب نفسه، فيقول: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب، تكلمنا عليها بالتفصيل بالأمس. ثم قال: إذا كنت أنت تتطلع إلى الغيوب وتريد أن يكشف المستور وترفع الحجب، فاعلم أن الحجب عليك لأوصاف بشريتك، حيث أنك لم تتحقق بكمال عبوديتك ولا بحقوق الربوبية، فإن تحققت بالعبودية وحقوق الربوبية كشفت الحجب، فالمحجوب هو أنت، أما الله فليس بمحجوب، لأن الله لو كان محجوبا لكان الحجاب له ساتر، وإن كان ساترا فيكون الحجاب الساتر له حاصر، وإن كان محصورا فيكون مقهورا وهو القاهر فوق عباده، فيستحيل أن يكون الله هو المحجوب، فالمحجوب أنت وليس الله. واضح؟ الله ظاهر، ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره سبحانه. فيقول: الحق ليس بمحجوب عنك، الحق هو أقرب إليك من حبل الوريد، هو معكم أينما كنتم، هو الظاهر فليس فوقه شيء. فالحق ليس بمحجوب عنك، إنما المحجوب أنت عن النظر إليه،
إذ لو حجبه شيء لتتره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده، فبطل أن يكون محجوبا، فالمحجوب أنت. واضح؟ ثم جاءت حكمة لم يشير إليها أخونا أحمد صالح بالقلم، فضاعت ودخلنا على اللي بعده. فأنا النهاردة لقيتها عشان ما بقاش غشتكم، لأسان تقول الحتة دي عدت، فحنقولها. بيشاور على بعض الحكم وياكل بعض الحكم، أعمل إيه؟ فإحنا بصدر. فبيقول إيه؟ أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. علشان بقى إذا كنت أنت عايز تبقى من أهل الخصوص وليس هدفك هو أن تكون الخصوصية لك فيشار إليك بالبنان، ولكن هدفك أن تختص بمعرفة الرحمن، لا لأن تعرف بالمعرفة ولكن لأن تعرف المعرفة. فرق كبير بين أن تريد الخصوص لله أو تريد الخصوص لشهوة نفسك. فإن أردت الخصوص لشهوة نفسك عبدت نفسك من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذا لما كان رجلا من أهل الكبر والغرور يجالس بعض علماء القلوب، فقال له: لقد جالست معكم 20 عاما فلم أتذوق ما تقولونه وإني لا أكذبكم، فماذا أفعل؟ قال: لا تستطيع أن تذوق ما نحن فيه إلا وأن تخلع ما عليك من ثياب حسنة وتلبس ثياب مخرقة وتطير في الشارع وتقول: من يصفعني قلم على قفاي أعطيه تمرة، وتلم الأطفال في حيك الذي أنت متكبر فيه حتى يكسر نفسه. فقال له: سبحان الله، أولا غير ذلك؟ قال: أنت بقولك سبحان الله أشركت بالله، لأنك سبحت نفسك ولم تسبح ربك، عظمت نفسك فلم ترد أن تضعها لله، فقلت سبحان الله وقصدت نفسك ولم تقصد الله، لكبره وغروره. فأحيانا للإنسان يكون يفعل الشيء في ظاهره عبادة وفي حقيقته شرك، لأنه يفعله لشهوة نفسه، لخاصة نفسه. ولذا يكون هذه الأفعال كلها والأعمال وإن كانت في ظاهرها شريعة ولكن في حقيقتها ظلمة، لأنها لم تكن لله. فإذا أردت أن تصل للحقيقة عليك أن تميت نفسك. تميت نفسك أي تخالف النفس والهوى، وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تزكى النفس إلا بمخالفتها والتنقيب عن عيوبها. فيقول: أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. أنت عبد والعبد ذليل مفتقر إلى مولاه، إذا استغنى العبد لم يكن عبدا بل صار لنفسه ربا، وإذا تكبر العبد صار قهارا فيصير لنفسه إلها، ولو قال لا إله إلا الله بلسانه فهو لا يعبد إلا هواه. ولذا يحجب عن أنوار هذه الكلمات وعن معاني هذه الحقائق. فلذا يجب عليه أن يخرج من أوصاف بشريته التي تحببه عن ربه التي هي تناقض عبوديته. إذا سألك عبادي عني، فهل أنت من عباد الله؟ فإني أجيب دعوة الداعي. إذا كنت عبدا لله تحققت بأوصاف العبودية وتخلصت من أوصاف البشرية الحاجبة لك عن أوصاف العبودية، إذا سألت الله أجاب. ولكن لما لم تتحقق بأوصاف العبودية لله وأدران الأوصاف القهرية الحاجبة لك عن حقائق العبودية، سألت الله ولست عبدا لله في الحقيقة، ولكن أنت عبدا لبعض أوصافك دون أن تدري، فلم تندرج تحت الآية، فلا تكذب القرآن، المكذب أنت. لكن القرآن صادق إذا صرت تحت قوله عبادي
لتحقيق أوصاف العبودية بالخضوع والقهر وكمال الفقر إلى الله وعدم النظر إلى سوى الله وعدم وجود الشهوة التي تحول بينك وبين ربك. إذا تحققت بذلك، إذا سألت تجاب، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فاخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا. لما يقولك يا عبادي، بقيت بقى خلاص دخلت مجيب لنداء الحق، خلاص دخلت تحت نداء الحق. أما إذا قال لك يا عبادي وأنت لست من عباده، إنما تعبد الدينار والدرهم والمنصب والجاه والمال، فلا تدخل تحت هذا النداء من الأرض، وإن ظننت أنك منه ولكن لست منه. لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأنت قريب من الحضرة إذا تحققت بأوصاف العبودية، بعيد عن الحضرة إذا تخلقت بأوصاف الربوبية. وأوصاف الربوبية فيك هي القهرية والسيطرة والقهر والجبر وغير ذلك من الأوصاف والانتقام، كل هذه أوصاف ربوبية خلقها الله فيك لتقاومها فتخرج منها إليه. فإن نجحت كانت لك الجنة، جنة المعرفة، وهذه التي لم يشر إليها أخونا أحمد صالح. سطر لا أي فاتت عليه. ثم بعد ذلك قال: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. دي شرحناها بالأمس، اللي رجعني هي الايه؟ الحكمة اللي ما أشرش إليها أخونا. ثم قال: وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. واضح؟ لأن إذا كان جاهل ولا يرضى عن نفسه يبقى ليس فيه من الجهل شيء. واضح؟ لأن النفس أصلا مبنية، مبناها على النقص، لا تكمل إلا بالله. فإن ظن أن نفسه كاملة فرضي عنها، فقد وصفها بصفات الربوبية والكمال للرب سبحانه لا للنفس. فإن رضي عن نفسه فقد جعل نفسه ربا، ولذا يجب عليه ألا يرضى عن نفسه. فإن لم يرضى عن نفسه يبقى تحقق بأوصاف العبودية، يبقى ده كمال العلم ولو لم يدخل مدرسة. وإذا كان راضيا عن نفسه يبقى عين الجهل ولو مع أكبر الشهادات ولابس أكبر علم، هو ده عين الجهل. واضح؟ فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. سؤال استفهام استنكاري يريد به إثبات العلم للذي لا يرضى عن نفسه، وإثبات الجهل للذي يرضى عن نفسه. حتى ولو تحقق بالعلم الظاهري فهو جاهل. ثم بعد ذلك حكمة اليوم يقول، وهي ناتجة أصلا عن ثمرة التحقق بالحكم السابقة، وهي التخلص من عيوب النفس والخروج من شهواتها الباطنة والظاهرة. فإذا تخلص الإنسان من هذه العيوب قرب من حضرة الله عز وجل، وبدأ يشهد المعبود، لأن القلب عينه على الخلق وعلى الحق اللي هي البصيرة. فالقلب له عين والقالب له عين أيضا، فأنت ترى بعيني قلبك الحق والخلق. فإن لم ترى إلا الخلق حجبت بهم عن الله، وإن عدم الخلق في نظرك فلم يصيروا لهم وزنا، وصار عملك لله خالصا، ولم تصر أيضا أنت لك أمل أن تكون لك وزن بين هؤلاء الناس أصلا. لهم فيهم وزن في قلبك، ولا أنت تريد أن يكون لك وزنا بينهم أصلا، لأنك وهم عدم أصلا.
فتنقلب عين القلب التي هي البصيرة من النظر إلى الخلق بعدما قطعت نفسها عن النظر إلى الخلق وقطعت نفسها عن النظر لحظوظ النفس لأنها أيضا من الخلق، فانقلب نظرها إلى الحق، فيبدأ نور الحقيقة تأتي فيها وتشرق فيها شموس المعارف وأقمار التوحيد. تبدأ بس بداية، وده نتيجة ايه؟ التخلص من اوصاف الربوبية المعجونة في اوصاف العبودية في قلبك وفي نفسك. فيقول شعاع البصيرة يشهدك قربك منه، وعين البصيرة تشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجوده، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. يبقى في حاجة اسمها شعاع بصيرة، وفي حاجة اسمها عين البصيرة، وفي حاجة اسمها حق البصيرة. ايه بقى الشغلانة دي؟ البصيرة هي عين القلب، وعلى حسب إدراكها للنور الحقيقي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في ظلمة الأكوان، حيث أن الأكوان لم تنير إلا بظهور الحق فيها، فنظر القلب إلى هذه الحقيقة المنطمسة في الأكوان تتفاوت إلى خمس أقسام. قسم لا يرى إلا ظلمة الأكوان وهم الكفار، فهم مطموسون محجوبون عن الرحمن في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الآخرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن العقاب من جنس العمل، لما حجبوا في الدنيا عن الله حجبوا أيضا في الآخرة عن الله، فهم محجوبون بالكلية عن نور البصيرة أصلا التي ترى أنوار الحق في الأكوان، لأن الأكوان أصلها ظلم عدم والنور أصل وجودي، فلم تنير الأكوان إلا بظهور الحق فيها، وكلمة فيها ومعها وعليها إذا نسبت إلى الله تفقد معناها الظرفي، ليست لها علاقة بمكان ولا زمان، حتى لا تظن هناك اتصال أو حلول أو اتحاد. واضح؟ لأن الكلام مهم. يبقى أول قسم بالنسبة للأنوار الحقيقية هو القسم المنطمس تماما، وهو الكافر، لا يرى أصلا نور الحقيقة، بل لا يرى نور الإله الخالق في الأكوان، لا يرى إلا ظلمة العدم. واضح؟ القسم الثاني قسم يعلم بوجود هذه الأنوار دون أن يراها، وهو عوام المؤمنين، يعلم يقينا أن هناك خالق وأنه له أنوار وأنه ظاهر، ولكن لا يرى شيئا أصلا، لكن هو يعلمها فقط. هذا النوع هو عوام المسلمين كلهم لانشغالهم فيما كثف من الأكوان، فانطمست بصائرهم، ولكن عقولهم وصلت إلى وجود الرحمن، ولكن دون أن ترى بصائرهم شيء. واضح؟ دول عوام الناس المؤمنين. ونوع ثالث، وهو النوع الذي بدأ يتحقق بحقائق الإيمان فأزال جزءا من أدران قلبه وأوصاف بشريته الحاجبة عنه، فصارت الأنوار تدخل إليه ولكن تتخلل حجب كثيفة فتدخل على هيئة شعاع، فيبدأ القلب يشع فيه شعاع الحقيقة، وهذا هو شعاع البصيرة. واضح؟ يبقى ده أهل مين؟ دول أهل الإيمان، أهل المراقبة، دول أهل البداية، بداية الطريق إلى الله، لأن احنا عارفين ان الطريق الى الله فيها اهل عموم
أصحاب يمين وأهل خصوص، مقربين وأصحاب يمين. المقربين بدايتهم السلوك، فبداية السلوك يبدأ بالمراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يبقى تراقب. فلما يبدأ في المراقبة، فلما بدأ في مراقبة عيوب نفسه انجلت بعض الحجب عن مرآة قلبه، فبدأ نور الحق يظهر فيها على هيئة شعاع لعدم انجلائها تماما. واضح؟ فده شعاع البصيرة. شعاع البصيرة يشهدك قربه منك، ثم تستشعر انت وانت في عبادتك ومراقبتك لله عز وجل ان الله معك، وان الله ناظر اليك، وان الله قادر عليك. تستشعرها جواك. هذا الشعور نتج من ايه؟ من شعاع البصيرة. الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. اهل المراقبة. فاذا استمريت في مراقبتك لنفسك، واستمريت في تخلية حالك عن كل ما يبعدك عن الله، فتحليت بالفضائل وتخليت عن النقائص، وصرت مخلصا لله لا تطلب سواه، تبدأ عين البصيرة تفتح عينها، ولكن ليست كاملة. عارف لما يبقى النور جامد وانت مغمض تعرف ان النور نور وانت مغمض، صح؟ ده الشعاع. تبقى عين البصيرة لأهل المراقبة ما زالت مغمضة، ولكن تخللها الشعاع وهي مغمضة. فلما تحققت بأوصاف عبوديتها وتخلصت من أجران شركها وبعدها عن الله، بدأت العين تفتح قليلا، ولكن لا تستطيع أن تفتح كاملا لشدة الأنوار عليها، لأنها جاية من الظلمة. أنت جاي من العدم، جاي من محض الظلمة. لو دخلت في النور مرة واحدة تعمل إيه؟ تغطي، ما تستحملش، لأن أصلك عدم والعدم ظلمة. فهمت؟ فأول ما تبتدي تنكشف لك الأنوار وتترقى من حال علم اليقين، وهو حال شعاع البصيرة، حيث عين البصيرة مغلقة ولكن أنت في طريق المراقبة، تتدرج إلى حال المشاهدة كأنك تراه، حال أهل الإحسان. يبقى دول بقى إيه؟ يشوفوا عين البصيرة. يبقى أصبحت البصيرة عين فتحة، بس فتحة بسيطة، مش قادرة تفتح جامد لشدة الأنوار. وعين البصيرة هي دي، تشهدك عدمك لوجوده. أول بقى ما تدخل الأنوار تلاقي نفسك عدم، ده أنت أصلك ظلمة، ده أنت ولا حاجة، هو بس سبحانه. يبقى في الأول شعاع البصيرة أشهدك نفسك قريبة منه، تبقى أنت لسه موجود. لما تدركت وفتحت شوية عرفت أنك أنت أصلا مش موجود، فأشهدتك عدمك لوجوده. فهم؟ ثم تدركت بعد ذلك إلى مقام التعرف والتمكين، ففتحت العين على آخره، فطارت حق البصيرة. فإذا جاءت حق البصيرة لا تشهد لوجود ولا عدم، لا تشهد إلا الله، كان الله ولا شيء معه، فتفنى عن الفناء. فعين البصيرة تفنيك عن نفسك، وحق البصيرة يفنيك عن الفناء نفسك. واضح؟ وشعاع البصيرة يشهدك نفسك قريبة من الحق. فهمت الحكمة؟ نقولها تاني، وضحت؟ الحمد لله. ده سهل، انت المعنى طالما ايه لمع في قلبك تبقى فهمت، مش مهم تعبر عنه، مش مهم ابدا علوم القلوب تعبر عنها باللسان، يكفي انك انت تفهمها وتعيشها بس، مش مطلوب منك انك تعبر عنها باللسان لانها ازواج. واضح؟ لا، فناء الفناء يثبت وجود الموجود،
مات. فبيقول ايه شعاع البصيرة. عرفت انت بقى ايه شعاع البصيرة بقى؟ هفضل عيد وزيد زي فصل البلد. شعاع البصيرة واضح اللي هي انوار الايمان لاهل المراقبة، حيث ان عين قلبهم المبصرة ما زالت مغمضة، ولكن تسير في الشعاع المخترق العين وهي مغمضة، حيث ترى نفسها قريبة من ربها حال مراقبتها. الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. يبقى ما زلت اي دي اي لسه فيه، يعني لسه انا نفسي موجود، فهم؟ يبقى لسه حاسس بنفس. تندرج الامور وتروح فاتح العين، لكن تلاقي الانوار قويه تروح ايه مدخمس عينك شويه مش قادر تشوف. فاندرجت الى عين البصير فتشهد عدمك، تلاقي نفسك ده انت ولا حاجه. فاذا تمكنت فتحت عين البصيره كامله، فتحققت من فنائك عن الفناء نفسه، فلا موجود بحق الا هو. بس هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ونقف على هذه الحكمه. هو بس ايه بيحاول ايه يحببك في الطريق علشان تقول يا رب حققني بحقائق اهل القرب، واسلك بي مسالك اهل الجزم، علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، انر بصيرتي واهد قلبي واصلح حالي، وخذني اليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم، اقلني من حزني وحرثي وعثرتي يا ارحم الراحمين. كل المعاني دي عشان تفتح نفسك تقول الادعيه دي، تبقى فاهم عمق الدعاء. فهمت المساله؟ بس والله اعلم. ثم بعد ذلك احنا كده تقريبا خلصنا الباب الثالث، وهنخش على الباب الرابع غدا باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.